فرق بين هذه الكعبلة الإدارية، معلش يمكن احنا لأعضاء سموها أن يفتخروا بالاستقرار، بتودي النادي فين استثماريا؟ يعني النهاردة تخيل انت لما تكون عندك استثمارات بالملايين في نادي سموحة وعندك الكعبلة دي توديك فين؟ لا هو طبعا هم عملوا العقود دي على أمل إن الزمالك نادي كبير، وإن اتحاد الكرة المصري بيسنده، وإن طبعا إذ كان الزمالك عنده أمل إن هذه المشكلة اتحاد الكرة بيسنده، كان عنده أمل بيسنده إن الاتحاد كان عنده أمل إن اتحاد الكرة يقف معاه زي ما وقف معاه في كل المواقف السابقة في ظهره ويعمل كل ما يستطيع، وإن ممثل الكرة المصرية في الاتحاد الأفريقي زي ما سنده في كل المشاكل يسنده في هذه المشكلة فيتغلب عليه. ما كانش الزمالك يعني عارف إنه هيصطدم بأن هذه العقوبة لا ترفع. فطبعا دلوقتي لا لا عايزنا كنا عشان ابوس على دماغك على النقطه دي، يعني هو عطل له الدنيا لغايه النهارده وسابها مفتوحه ومد القيد لغايه 7 عشان المحكمه تتكلم، ولكن فوجئ ان المحكمه الرياضيه لم تنصفه بالظبط، فالكل شرب الموضوع بالظبط بالظبط، فبالتالي حصل اللي حصل ده. لكن طبعا انا الزمالك فوق دماغي وما اقدرش اتكلم عن الزمالك، لكن اي نادي خد لاعبين وقيد موقوف اللاعبين دول اصبحوا لاعبين حرين، اصبحوا لاعبين اذا انت مش هتقدر تأيدهم. دي مفاجاه كبيره جدا في الكوره لا اذا انت مش هتقدر تأيدهم. لاعبوا الزمالك اصبحوا كل منهم لاعب حر يستحق له الانتقال، حتى لو قبض المقدم وحتى لو البطاقه الدوليه موجوده معاه على سيستمه ما يقعدش على قائمة الانتقالات يا باشمهندس زي جونيور أجاييه والنادي يدفع له فلوسه؟ لا دي حالة غير حالة. لا أجاييه مقيد في الأهلي والأهلي نقله إلى قائمة الاحتياط ودي بتحصل في كل دول العالم ولها قواعد معينة، لكن بالنسبة للزمالك هم مش مقيدين، هم مربوطين بعقد العقد ده طبق هو عقد اتحاد كرة القدم. أيوة بس عقد اتحاد كرة القدم قيمته في تفعيله، انت مش قادر تفعله يعني. طيب هو قيمته مش ممكن يسجل العقود دي؟ حتى لو سجلت العقود دي طالما القيد مقفول هم اصبحوا لاعبين حرين. انا اتمنى ما حدش يفهمني غلط، لكن هي الحقيقه كده. انا مش بتكلم على زمالك او اهلي او اتحاد او مصري او كده، انا ماليش دعوه، انا بتكلم على اي نادي توقع مع اي لاعب ولا يستطيع ان يفعل العقد ده يتسجل في اتحاد الكره اصبح هذا اللاعب هو لاعب حر. الموضوع دي وجهه نظر، خلي بالك كلام فرج بيه الدنيا كلها نقلته دلوقتي. أيوة لان خلي بس انا لا اقصد انا لا اقصد الزمالك ولا اتكلم باسم الزمالك او باسم اي نادي. انا بتكلم كما لو كان نادي سين موقع مع ان الناس ترد عليهم، ده وضع صعب جدا للجنه ده. يمكن حتى لو الانتخابات قامت وتشكل مجلس اداره منتخب، لكن ستظل هذه القضايا تلاحق القائمين على هذه اللجنه. يعني هذه القضايا حتى لو هم فقدوا صفتهم كاعضاء في اللجنه ستظل هذه القضايا تلاحقهم وتلاحق كل من له يد في هذا الموضوع. فهم دلوقتي لجنه الكوره في وضع صعب جدا. لجنه الكوره في صعب جدا، واعتقد ان هي شريكه اساسيه فيما حدث في الزمالك. اكيد، لان طبعا لما الزمالك هيجي يعمل حقوق زي دي اكيد سال اللجنه دي رايكم ايه، نعمل ايه، نسوي كده. فاللجنه قالت له مثلا اطمئن او احنا معاك او ربنا معاك او بنعتقد ان حضرتك ان انت هتتفك القضيه دي. ما تفكتش من منطلق انه عشمني بالحلقه، خرمت انا وداني، لا لقيت الحلقه ولا رجعت وداني زي ما كانت عليه. على العموم احنا كل واحد رياضي مصري وكل مصري يتمنى للزمالك الخروج من هذه الازمه، لان اي ازمه للزمالك ليست في صالح الكره المصريه وليست في صالح الرياضه المصريه. وان الزمالك طول ما هو قوي وطول ما الاهلي قوي والانديه اقوياء الكره في مصر هتتقدم والمنتخب هيتقدم. اي لحظه ضعف للاهلي او الزمالك غير مطلوبه في هذه المرحله. وانا يعني بتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الزمالك يخرج من هذه الكبوه ويعود طبعا الى احسن مما هو عليه. بس يا جماعه الخير هذا الموضوع حديث مصري كده اهو، كله بعت لي رسائل بيقول لي اكتر حد وضوحا تحدث في هذا الامر المهندس فرج عامر، لانه عن تجربه وخبره اداريه عظيمه فهو اللي هيقوله. وانصف عامر العميره، لان برضه الى حد ما كلام عامر
لائحيا كان معقد من مفهوم فرق بيه بسط الموضوع جدا. بصراحة كان نبقى منصفين ونرجع نقول تاني ان بيتكلم بصفة عامة على جميع الاندية طبعا. ايوه عشان بس هي الناس تبقى عارفة عشان بتحط الكلام في مهمل او في اخر. ولكن يا جماعة كده كمان تأكدنا عمر كمان عبد الواحد كتب على صفحته زي ما قال الاستاذ محمد رشوان كتب قدر الله وما شاء فعل. بعت رسالنا لعمر والوكيل واتمنى انهم يردوا علي لو سمعيني وللكابتن كمان عبد الواحد للتاكد هل بالفعل تم انتقاله لفيوتشر ولا الموضوع تعقد زي ما حصل مع محمود شبانه.